نستعد لاستقبال خير شهور العام، استقبال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الذي هو منحة عظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، فيه نزل القرآن وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهر شعبان شهر عظيم أيضا ينبغي أن نغتنمه. ففي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن في شهر شعبان ترفع الأعمال كلها، أعمال السنة، إلى الله تبارك وتعالى، لأن رفع الأعمال إلى الله عز وجل على ثلاث درجات: رفع يومي، الأعمال ترفع كل يوم، يرفع عمل اليوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الملائكة من حولنا تتعاقب علينا، يقول عليه الصلاة والسلام، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، الله عز وجل يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن هذا هو الرفع اليومي للأعمال في صلاة الفجر وصلاة العصر. الرفع الثاني هو الرفع الأسبوعي، ويكون يوم الخميس، كما جاء عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا هو الرفع الأسبوعي. بعد ذلك الرفع السنوي، وهو الذي يكون في شهر شعبان، ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أعمال السنة في شهر شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في شهر شعبان لأنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. أيضا يستحب في شهر شعبان أن نكثر من النوافل ومن قيام الليل لنستعد لرمضان، ويستحب أيضا أن نكثر من تلاوة القرآن، فالإكثار من تلاوة القرآن في شهر شعبان يمهد لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك قال سلمة بن كهي: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، الذين يكثرون تلاوة القرآن، يكون شهر شعبان هو الشهر الذي يكثرون فيه تلاوة القرآن أكثر وأكثر استعدادا لشهر رمضان شهر القرآن. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. إذن الإكثار من الصيام في شهر شعبان، والصيام يكون سهلا عند كثير من الناس في هذه الأيام لأنهم لا يبذلون مجهودا شاقا مثل الأيام التي قبل حدوث هذا الوباء، لأن الناس في بيوتهم أغلب الوقت فلا يبذلون المجهود الكبير. فلعل من فوائد هذه المحنة أنها فرغت الناس، فرغت أوقاتهم وفرغت جهودهم، فيحرصون على الإكثار من الصيام استعدادا لشهر رمضان. وهو من حسن استقبال رمضان إذا كنت تعلم أن مسؤولا كبيرا أو ملكا عظيما أو رئيسا كبيرا سوف يقدم عليك وسيأتي إليك، فأنت تستعد له استعدادا يليق به. فكذلك رمضان، بماذا نستعد لرمضان؟ نستعد لرمضان بأن ندرب أنفسنا على الصيام، أن ندرب أنفسنا على كثرة تلاوة القرآن. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أيضا في شهر شعبان ليلة عظيمة جدا، وهي ليلة النصف من شعبان. روى البيهقي في شعب الإيمان وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. مشرك الذي أشرك مع الله إلها آخر، أو الذي يعبد مع الله إلها آخر. والمشاحن والذي بينه وبين أحد من الناس شحناء أو بغضاء أو حقد أو ضغينة. نعقد العزم الصادق والهمة العالية على اغتنام هذه الأيام وعلى اغتنام شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه على خير، ونستحضر أن رمضان موسم سريع الرحيل، وصفه الله عز وجل بقوله أياما معدودات، فهي أيام معدودات تمر
مرور البرق، ولكنها منحة ربانية. نسأل الله أن يعيننا على اغتنامها، وأن يرفع عنا الوباء، وأن يعيدنا إلى المساجد آمنين، وأن يبلغنا رمضان على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.